الوزيرين. مجلس النواب يختتم الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية 2018-2019 عقب جلسة عمومية لدراسة مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة والتصويت عليها، مشاريع تقع حسب رئيس المجلس في صلب الإصلاحات الكبرى. هذه الدورة الاختتام يصادف الذكرى 20 لتربوع جلالة الملك على عرشه، ونعتبر بأن هذه الصدفة لها دلالات مختلفة، وكانت مناسبة للتذكير بأهم المنجزات التي عاشها المغرب، حيث أن المغرب الآن أصبح من الدول الصاعدة ويحظى باحترام عدد من مجموعات الدول وكذلك من شركائه وأصدقائه. حصيلة هذه الدورة الرابعية لمجلس النواب كشفت عن التصويت بالإجماع على مشروعي القانونين التنظيميين حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وهو ما يتناسب مع تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بأحداث القناة البرلمانية في إطار تعزيز الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها. أعتقد على أنه هاد أربعة ديال القوانين اللي صادق عليها مجلس النواب في هاد الدورة مهمة لحياتنا كمغاربة في الجانب، في جوج الجوانب. الجانب الأول هو أنه الهوية الأمازيغية غتلقى طريقها في ترسيم اللغة الأمازيغية، غيلقى طريقه للتطبيق في مجموعة من المجالات. المسألة الثانية هو أنه مجلس وطني للثقافة واللغات محتاجينه كبلاد، وأهم قانون هو القانون الإطار ديال التربية والتكوين، محتاجينه من أجل إصلاح منظومة التعليم في بلادنا، ومحتاجينه أيضا من أجل تطوير التعليم في بلادنا والإجابة على مجموعة من الأمور اللي مرتبطة بهذا القطاع. أفق إصلاحي اختزل أيضا مشاريع قوانين يتعلق أهمها بالقانون الإطاري لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى ثلاثة قوانين بشأن أراضي الجماعات السلالية بهدف تقنين مصادر استغلالها ضمانا وصيانة لحقوق الأفراد والجماعات، فضلا على أن هذه الدورة كانت مسلكا لعدة اتفاقيات وقعها المغرب مع بلدان وتكتلات اقتصادية عديدة، خاصة منها اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. كان عندنا مجلس النواب جد متحرك، دينامية كبيرة في الدبلوماسية البرلمانية، واستطعنا باش نشتغلوا ونعزوا الموقف ديالنا كذلك برلمانيين بالنسبة للدفاع عن الوحدة الترابية، وكذلك القضية الفلسطينية والولوج إلى التجارة في إفريقيا، وبعض الأنشطة اللي كانت أساسية ومهمة داخل الشعب البرلمانية. الدورة البرلمانية الثانية لهذه السنة تكللت بتدشينات إصلاحية تستدعي ضرورة إتمام قواعدها وجعل مخرجاتها ملموسا لدى المواطنين ويتجسد في التحسن الملموس لأوضاعهم.